فعلا البنات العشية هذه طاحت واحد الذرة ديال الشتاء، البنات يا ربي تجعلها أمطار ديال الخير، وإن شاء الله تدخل علينا بالخير والتيسير، ويهز ربي علينا هذا الوباء يا رب العالمين. يا سيدي ربي وارحمنا وارحم جميع الأمة الإسلامية، وينزل علينا اللطف ديالو ويلطف بنا يا سيدي ربي، وإن شاء الله ما يجي فين يوصل رمضان حتى نكونوا تجاوزنا هذه المحنة وتجاوزنا هذا المرض هذا وخرجنا بأقل الخسائر. والله يرحم الناس اللي ماتوا، والله يشافي الناس اللي بقاو، والله يحمي الناس اللي جالسين في ديورهم العزلة ثم العزلة، وكل ما بقينا في دارنا غادي نحافظوا على سلامتنا وسلامة الغير. المهم دابا عجبني الجو صراحة، من الصباح وانا في السرجم كانت واحد الزرات شتا مجهدة، وقلت علاش لا ما نشاركهاش معاكم. ودابا البنات غادي ندوز باش نصاوب معاكم واحد تاكوس غادي نديرو العشاء، كيجي زوين كيوجد دغيا. يلاه معايا ونبداو على بركة الله. بالنسبة لهاد الطاكوس البنات العجينة ديالو سهلة، ما كتحتاج شي وقت طويل، وما كتحتاج لا دليك لا عليك لا والو. غنحتاجو لها 4 د الكيسان، انا خليت هنا الكاز العنبة حيت به عبرت، 4 د الكيسان ديال العنبة ديال الفرص، وعندنا واحد تقريبا معلقة كبيرة ديال زيت البلدية، شي شوية ديال الملحة وشوية ديال سنيدة، والماء يكون غليان. صافي غادي ندير هاد الشي هنايا، وغنزيد عليهم تقريبا معلقه كبيره، يعني انا راني قياسي في العينيه ديال الزيت البلديه. وغادي نجيب الماء غليان، ها هو دا الغلي راه طايب، ضروري غتحتاجوا واحد المعلقه ولا مغرفه ولا باش تخلطوا، لانه الماء طايب. غادي نحرك حتى نحصلوا على واحد العجينه اللي غاديه، شفتوا راه الماء طايب، غادي نكمل هكذايا نجمع العجينه ديالي وندوز باش نوريكم كيفاش غادي تجي. هانتوما البنات راه بديت كنجمع فيها، راه غتجيكم شويه العجينه لان راها مصاوبه بالماء طايب، راها سخونه شويه، يعني غير خدموا معاها وردوا البال راها سخونه. غنحيدها من الزلافه وغنشكلها فوق البوطاجي. غندير واحد شويه ديال الطحين هنايا في السطح اللي غتخدموا فيه بحال هكذا، كتجي العجينه مجموعه هانتوما، وما تدلكوها ما والو، غير غنجمعوها بحال هكا صافي. راها العجينه ديالنا ناضيه، ها راها واجده رطبه كتوجد دغيا، ما غادي نحتاجو لا نخليوها ترتاح لا حتى شي حاجه. دابا غادي نيت نشكل منها الكويرات اللي غادي نحتاج للطاكوس، راني ما كندلكش يعني كنحاول غير كنجمعها بحال هكا. ها نتوما شتي غتحاولوا تشكلوا منها القياس اللي بغيتو، راه الطحين مخليتو هنا لان باقا غنخدم به، يعني غنخدموها به فيه. تمنيت غنشعل ديت دابا المقلاة تسخن، وغادي نبدا نشكل منها الكويرات والعدد اللي راني محتاجه. ودابا البنات هانتوما هذا هو القياس اللي خرج ليا ديك العجينه، تقريبا خرجت ليا شي 12 ولا 11 حبه، راني ما احتاجيت هانتوما رطبه، راني ما مغطياها ما دايره لها لا ميكا لا والو. غنحتاج الطحين بحال هكذا، المقلاة الثقيله اولا المقلاة الحافه راهي دايره كتسخن، وغنحتاجو الدلاك وغنبداو نشكلو فيها بهذه الطريقه. غتحتاجوا لا تغطيو هاد العجينه لا تخليوها ترتاح لا والو، صاوبوها تمنيت القيله كتدير، وانا غادي نبدا نصاوب في هاد الحبه، وهانتوما معايا المهم ضروري من الفرص باش ما تلصقلكمش العجينه كاع. هانتوما راني رققتها مزيان، غندوز دابا باش نديها لفوق هاد البوطه، وهانتوما معايا نوريكم كيفاش غادي تجي الشكل ديالها. هانتوما المقله راني قلبها على الظهر ديالها، عطيها بالظهر هكا باش تجيني سهله في الخدمه. وغندوز دابا نجيب العجينه ديالي ونديرها فوق النقيله، المهم هانتوما تما لان عندي البوطه شويه بعيده على البوطاجي، وغادي نقص البوطه نقصو البوطه معليش، واخا تقبات لي شويه من هنا ماشي مشكل. هانتوما غنقص البوطه بحال هكا غنقتلها كاع، وغادي نخليوها طيب ونخليها حداكم هنا حتى تشوفوا كيفاش غيجي الشكل ديالها. يلاه كتشوفوا تحسوا بها بدات هكا غتشمل، كنقلبوها شتيها نتوما راه كتبدا دير واحد الفقاعات وغتبدا تنفخ، هي دايره بدات كتنفخ هداكم بحال هكا معليش، واخا تقبل لكم شي بليصه بحال هادي انا راه ماشي مشكله، نعاود معكم وحده اخرى وتشوف. هانتوما شتي راه كتبدا دير واحد الفقاعات، وتنقصو شويه عليها البوطه وما تخليوهاش حتى تحمر بزاف، راكم عارفين الطاكوس كيفاش كيكون هكا، عاوتاني وتقلبوها بحال هكذا. هو هذا هو الشكل ديالها شتي، ها هي بدات كتنفخ، هو هذا بدا كيتنفخ لهم، هانتوما شتي كتبدا تنفخ راه سخونه راه كتبدا تبوق كاع، وعاوتاني قلبوها شويه وصافي. وغادي نهزوها
نديروها فوق شي طبيسه اللي غادي نكونوا دايرين عليه واحد المنديل باش ما تيبسناش هاد العجين. شتو هي دي كتبوق عاوتاني هكذا وصافي. ها هي دي باش غادي ندير طبيسه بحال هكذا، غندير فيه واحد طريف ديال الثوم بحال هكا وتهزو وتحطوها وتعاودوا تردوا عليها غطا. وندوز نوريكم واحده اخرى، غندوزو دابا باش نصاوبو واحده اخرى. هانتوما المهم بدلك بحال قبيله، وضروري ما ديروا لها منين تبغيو تعيدوها من البوطه ديك الساعه عاد ديروا الزيف وغطيوه باش ما تكرمش العجينه، حيت خصو تبقى عجينته رطبه. غنستمر هكا ونديها فوق البوطه ونوريكم عاوتاني الطريقه باش تشوفوا المره الثانيه. هنا غنجيب دابا ديك العجينه وغادي نديرها فوق القيله ديالي وغادي نخليها طيب عاوتاني بنفس الطريقه وهكا حتى نكمل العجينه ديالي كامله. كيف ما وريت لكم قبيله غادي نقلبها عاوتاني على الوجه الاخر. هانتوما راه كتبدا تنفخ، كنتمنى يكون واضح لكم. شوف كي كتبدا تنفخ، شتو كي كتبدا تنفخ راه تنفخات. عاوتاني نقلبوها للجهه الاخرى غير شويه بشويه بحال هكذايا، غير شويه دوك الفقاعات يتحمروا وصافي ونكملوا. هكا غادي يكون الطاكوس ديالنا واجد. شتي كي كيجي من فوق. يلا هنا غنكمل وحتى نبغي نصاوب الحشوه ونكمل هاد العجينه، وديك الساعه نوريكم الحشوه ديالنا كيفاش غادي تسكن. شتو شوفوا شحال من فوق وزوين. انتم البنات بالنسبه لديك الطاكوس نوريكم كيفاش جات العجينه ديالو. شوفوا البنات شكي كيجي رطب، ديروا له هكا كاع وما يتهرسش ما حتى شي حاجه. ها هو هذا طويوه، مهم عجينته كتجي رطبه ما كتقرمش ما والو، وشتو راها سهله. وشوفوها هو هذا تقدو تخبوه حتى في الفريجو. دابا غندوز نشارك معكم الصلصه اللي غادي نوجد لهذا الطاكوس هذا. راكم عارفين يعني الاساس ديال الطاكوس هي لاصوص صلصه البيزام، صلصه البيشاميل. انا بالي غير مع البيشاميل، صلصه المايونيز. يعني المايونيز انا غادي نوجدو غير بالحليب، ما غنديرو لا بالبيض لا حتى شي حاجه. غنحتاج له كاس الحليب وكاس ديال الزيت ومعلقه صغيره ديال الموطارد وشي معلقه كبيره ديال الخل مليحه والبزار وجوج فرماجات والضراب اولا المولينكس. وغادي نبداو على بركه الله. غادي ندير الكاس ديالي ديال الحليب وغنبدا ندير نزيد هذا الزيت شويه بشويه وانا كنضرب، ومن بعد عاد نزيد الباقي ديال المكونات. المهم انا غنبقى مستمرة هكا حتى نكمل الزيت ديالي كامل. مين يبدا يعقد شوية غادي نزيدو له الفرماج وغادي نزيدو له الخل لا موطارد المليحة والبزار. اللي ما بغاش يدير البزار ما يديرو الملحة، الملحه ما تكتروش البنات لان باقي غادي نستعملوا مسائل اخرى اللي غيكون فيها الملحه. وغادي ندير الخل وغنزيد لا موطارد. موطارد راه بقات لي غير شويه البنات، ما غنحاول انني نكمل هذا المهدات تجمع ليا معلقه صغير وصافي. هكايا غادي نكمل التطراب حتى يعقد كامل. انتما بالنسبه لهذا الصلصه ديال المايونيز ها هي دي وجدات. شفتوا كي جات عاقده. غادي نحتاجوا هذه الصلصه ديال المايونيز وغادي نحتاجوا الصلصه الالجيريان لاصوص الجيريان. غادي نحاولوا اننا نصاوبوا صوص كتشبه لاصوص الجيريان. هاد المقادير غنحتاجهم من بعد. وغادي نفرقوا هاد المايونيز على جوج
هانتوما غادي نخلي واحد الكميه ديال المايونيز بحال هكذايا وحدها هكا نيت هكايا، وغادي نحتاج هذه الكميه هذه اللي غادي نديرها الجيريان. غنزيد شويه هنا، غادي ندير فيها واحد معلقه كبيره ديال البصله اللي غتكون قطعتها رقيقه بزاف، معلقه كبيره يعني جوج معالق صغار حتى ثلاثه، البصله كتعطيها غير البنه. وغنحتاج لها واحد المعلقه صغيره ديال مطيشه د الحك بحال هكا، وغنحتاج معلقه صغيره ديال الهريسه بحال هكذا صافي. وغنخلطهم، واذا كانوا عندكم الثوم بودره من الاحسن تستعملوا، انا تسالالية ما كانش ماشي مشكل. المهم غادي نخلط بحال هكذا، وغادي نحصل على الصلصه الجزائريه، راه كيجي المذاق ديالها رائع البنات صافي. المهم انا تنكملها بالتخلاط، وغادي ندوزو نشوفو باقي المقادير ديال الحشوه. غنحتاجو الصدر ديال الدجاج اولا لاذات، وغادي نحتاجو خلاص الفريت، ها هو دراني موجده هنا. غنحتاج الفروماج شرائح على حساب شحال غادي ديرو ديال الطاكوس يعني شحال من وحده صافي. هادشي اللي غنحتاج، والملحه والبزار وزويته. غادي نشحر هاد البصله، هاد الصدر ديال الدجاج في شويه ديال البصله اللي بقات بحال هكايا، غادي نديرو شي شويه يتشحر في الزويته سخونه، وغادي نزيد عليه شويه ديال البزار وشويه ديال الملحه وصافي. المهم غنشحروهم، ومنين يتشحر الدجاج غندوز باش نوريكم كيفاش غادي نصاوبو الطاكوس ديالنا. هنا وجد لينا الدجاج، هنا غادي ندوز باش نصاوبو الطاكوس ديالنا. غادي نبداو على بركه الله، غادي ندير لاصوص. المهم بداو بلاصوص اللي بغيتو، غنبدا بلا مايونيز. الناس ديال الريجيم هاد النهار كلهم غيكونوا ضدي. المهم غندير هكايا المايونيز، غندير شويه ديال الفريت بحال هكذا، ندير شويه ديال الفريت، ضروري من الفريت في هاد الوصفه. غادي ندير شويه ديال الالجيريان، غندير الدجاج خصني ديه معلقه، ندير بنتي معلقه، غندير دابا بيدي معليش حيت باقي سخون شويه. المهم واحد الكميه ديال الدجاج، وغادي نزيد شويه ديال الالجيريان حيت انا كتعجبني الصراحه، وندير الشريحه ديال الفرماج. هذا الفرماج كيبقى اختياري، انا كيعجبني صراحه نديرو في الطاكوس كيعطي واحد البنه. كاين اللي كيدير غير، كاين كيدير لا كريم فريش، كاين اللي كيدير دانون مسوس، كل واحد شنو كيبغي يدير في الطاكوس. هو كل ما كان غني بالفرماج وبالجبن كيجي زوين صافي. ها نتوما ها هو دا الاله ديالي، ها هي دي كتسخن على ما نوجد كلشي. غندوش بس نستفهم في هذا في البانيني. يلا البنات هذا هو الشكل ديال الطاكوس ديالي، جا زوين بزاف 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 وكيجي بنين. وهانتوما شفتوا يعني العجينه ما معقداش، المقادير سهله، وبهكا غادي تهناهم انكم تبداو تاخذوه من الزنقه. بالخصوص دابا ما كاين لا خروج لا دخول لا حتى شي حاجه، وكيطيح حتى اقتصادي يعني باش تاخذي الطاكوس من الزنقه راه خصك على الاقل 30 درهم 25 درهم الواحد، هكا كتقدري توجديه لوليداتك بعينيك مغمضين وكيطيح رخيص. ومن لهنا الفوق ان شاء الله ما غنبقاو نديرو غير كلشي في الدار، لانه من هنا الفوق بلان خصو يبقى يخاف من اي حاجه، من اي فيروس، من اي مرض. يلا كنتمنى انكم تجربوا هاد الوصفه لانها فعلا كتستحق تجربه. انا غنقطع لكم الحيطه باش تشوفوه كي داير من الداخل، سيرا سخون هانتوما شوفوا كيفاش كيجي، راه كيجي زوين وغني بدوك لي صوص هانتوما. وخلاص البنه خلاص ما غاديش نعاود نقول لكم، راه ما نقول لكمش انا فعلا ما نقول لكمش عليها، بنه رائعه يا سلام.